قالوا يحارب القاعدة، القاعدة وهمية، القاعدة من عمل، واحنا مستعدين نوقع اتفاقية مع امريكا وفرنسا، يدقوا القاعدة نعطيهم سنة، يدقوها ما قدروا نعطيهم سنتين، يلا يدقوها. بفضل لو بقينا في الداخل اكثر، ربما الوسائل الانجع بالنسبة لشباب الثورة انهم هم انفسهم يعني مسؤولون عن بلدهم، لو بقينا في الداخل ما درجة قوة القبائل في مواجهة قوة صالح؟ القبائل اذا دخلت بتكون حرب اهلية طويلة لن تنتهي، لا في عقد ولا عقدين، حندخل في دوامة تتعب الاشقاء.